الرومان. شوفوا مليحه، شوفوا هو واش قاعد يديره، وشوفوا والاخر وين، والاخر هاو من هيه. على بالكم بلي هم قاعدين يهضروا مع بعضاهم، هذاك هذاك وهذا قاعد يهضروا مع بعضاهم. هضر بالعقل، وطي صوتك، وطي منين قاعد يهضر. اك تسمع فيا؟ والله راني نسمع فيك كيما راك. وطي صوتك انت، اك تسمع فيا مليحة. والله حتى انا نسمع فيك على الكيف، هضر مليح. راكم تشوفوا ملي كنا نهضروا، شوفوا يا سبحان الله. عجب والله. اي ديرها في الدوزيام في البروميير. واي جرادان قال لك، اي جرادان تقدر تتصل بالجرادان هذاك اللي من هي. وروحوا تشوفوا لنا تلكم واحد الحاجه دي، لازم تكونوا انتم اون بيرسون باش تسمعوا الريزونمون والصدى ليكو اللي يسميوه ليكو. هذه هي لا شومبر ديكو تاع لي رومان. لا شومبر ديكو هذه لازم توقف، لازم توقف هنا لا شومبر ديكو. ها هي هذه هنا، لازم تحط رجل هنا والقدم الاخرى هنا. هنا انا وليت نسمع في الليكو تاعي وصدى الصوت يرجع لودنيه كاني مداير ان كاسك. هذه حاجه يعني ما انكرويابل كيما نقولوا، صح؟ كون بعد برك، كون بعد هكا ها وراح لي ليكو. وليت نهضر دركا ما نسمعش ليكو في ودنيه، انا نرجع هنا هو يرجع الصدى كامل، تولي صدى كامل ليكو يرجع للودنين تاع البني ادم هنا. يا سبحان الله، عجب تكنولوجيا يعني في عصر. حتى كي توقف في المكان هذا، هذا اللي مدايرينه، توقف هنا في المكان هذا، هاني هنا درك مشني قاعد نسمع في الصدى في ودنيه. ليكو ما عنديش في ودنيه. هنا انا نرجع ونتكلم معاكم والصدى كامل رجع في ودنيه، في ودنيه كاني في شومبرا فارغه كبيره. سبحان الله، عجب. ومن هنا هذاك يقدر يتكلم مع هذا. انا راح نتكلم معاكم، هاي لا راديو، لا راديو تاع لي روما، تالكي والكي تاع لي روما. قال لك تقدر ديرها من الجرادان، اي جرادان. قال لك تقدر تتكلم منه، وتقدر تتكلم منا، وتقدر تتكلم من اي جراده. درك هنا قال لك حط برك ودنك واهضر معاه، دوك يسمعك الاخر من هي. تقدر تهضر بالك يوصل الصوت. روح هضر. اني نسمع فيك. والله نسمع فيك، واش قاعد تقول؟ احكي حكايه. ها؟ اك تسمع فيا؟ سبحان الله، والله يعجب، صح يعني يعجب. يعني الرومان كانوا يهندسوا، صح؟ لا شومبر ديكو هذه شفتوها، كي يهضر الانسان ليكو كامل يرجع لودنيه. عجب، صح؟ والله يعجب. وهذه تاني، هذه راهي وحد، هذه تاع تتكلم من هنا الصوت يروح للجهه الاخرى. كيما يقولوا كي شغل ميتيرون سان يهضر مع المنظمين وعلى الحفل. هذا كان جوله قصيره مسرح الروماني وليد قالما، وشفنا شويه هذا من الحضاره والتطور اللي كانوا فيه. سبحان الله.